الخلافات بين أقطاب المؤسسة العسكرية السودانية كانت كافية لإظهار خطورة الأوضاع الأمنية وتأثيرها على المسار السياسي. فحادثة مدينة مروي التي شهدت تحشيدا لعناصر قوات الدعم السريع وما لحقها من موقف الجيش السوداني الذي حذر من مواجهة حتمية أثبتت أنه لا يمكن المضي بأي حل سياسي ينهي الفترة الانتقالية دون تفاهمات واضحة ومقبولة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي إطار مساعي الحل، كشف عدد من قادة الحركات المسلحة والسياسيين عن لقاء جمعهم مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميتي. أوضح القادة الذين تقدمهم مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي أن حميتي أكد التزامها التام بعدم التصعيد، وأكد استعداده للجلوس مع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة. يأتي ذلك فيما أعلنت القوى السياسية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري تأجيل اجتماعها الذي كان من المنتظر أن يبحث التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.